خير. النهاردة هنتعلم نعمل جيلي بالقهوة. تعالوا نشوف المقادير. أربع كوبايات مية قسمتهم لجزئين، 3 كوبايات ونص حطيتهم في الحلة اللي هغلي فيها، ونص كوباية هدوب فيها الجيلاتين، 1 كوباية سكر أو حسب الرغبة، ممكن أزود أو أنقص، 4 معالق كبار قهوة نسكافيه. الكمية دي تكفي 4 كوبايات جيلي، يعني على كل كوباية معلقة كبيرة قهوة. الجيلي ممكن أعمله بنوعين من الجيلاتين، في الجيلاتين الحيواني هو اسمه جيلاتين، هستعمل على كل 2 كوباية معلقة كبيرة، أو في بعض العلب فيها بواكي، كل باكو فيه معلقة كبيرة، هنا هستعمل 2 باكو. بيتباع في علب كده كرتون فيها 4 بواكي، اسمه جيلاتين. أو ممكن أستخدم حاجة اسمها الباكتين أو البيكتان كريستال، برضو بيتباع في بواكي فيها 1 باكو، بس هنا هستعمل كمية أكتر، على 4 كوبايات 3 معالق كبار ونص. هزوقها في الآخر بشوكولاتة مبشورة وكريم شانتيه، أنا جهزته وحطيته في القرطاس. تعالوا نشوف الطريقة. الأول هشيل الكريم شانتيه في التلاجة لأن مش هستعمله دلوقتي. قبل ما اضيف الجيلاتين هغلي المية اللي هما 3 كوبايات ونص، وهضيف عليهم السكر والقهوة، زي ما احنا شايفين ابتدت تغلي. في الوقت ده ممكن ادوق السكر لو انا حابة ازود سكر، يعني ممكن اكتر من كوباية بس مش اقل. في الوقت ده هقلب الجيلاتين في المية، لان ما ينفعش استنى على الجيلاتين وهو دايب في المية هيجمد بسرعة، فانا لازم استنى لما القهوة تغلي الاول وبعدين ادوب الجيلاتين في المية. هبتدي دلوقتي ادوب الجيلاتين في نص كوباية المية، هحط الكمية كلها 2 باكوين. طبعا المية لازم تبقى باردة عشان الجيلاتين ما يكلكعش، وقبل ما يجمد بسرعة أصبه على القهوة وهي سخنة وأقلبه كويس، وعلى طول أصبه في الكوبايات. عمل معايا أكتر من 4 كوبايات، هحطهم دلوقتي في التلاجة واستنى عليهم لحد ما يجمد، وبعد كده ابتدي ازوقه بكريم شانتيه والشوكولاتة. عدى تقريبا 24 ساعة على الجيلي، زي ما احنا شايفين جمد خالص. هبتدي دلوقتي ازوقه بالكريم شانتيه والشوكولاتة واقدمه على طول، او ممكن اشيله في التلاجة. وده شكله النهائي. بالهنا والشفا، أشكركم جدا وإلى اللقاء.